أهلا بكم مشاهدينا في أخبار الرياضة مباشرة من التلفزيون الجزائري. البداية بالمنتخب الوطني للرجبي السباعي الذي تأهل إلى الدور الربع النهائي دورة إفريقيا ما قبل التأهيلية إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تجرى بجزر موريس إلى غاية 26 من ذات الشهر. المنتخب الوطني تصدر المجموعة الثانية بعد فوزه في 3 مباريات الأولى جمعته بمنتخب جزر موريشيوس وفاز عليه ب14 نقطة مقابل 5 نقاط والثانية جمعته ببوتسوانا فاز فيها المنتخب الوطني ب29 نقطة مقابل 7 والثالثة أمام ليزو فاز فيها ب48 نقطة دون مقابل. وفي تصفية المؤهلة للبطولة الإفريقية لكرة السلة للمحليين التي ستجرى بأنغولا انهزم المنتخب الوطني أمس أمام المنتخب التونسي بفارق 7 نقاط وعلى نتيجة 49 نقطة مقابل 42. المقابلة أجريت بقاعة المتعددة الرياضات بإسطوال لتكون المواجهة المقبلة يوم الأحد المقبل حاسمة لأشبال أحمد بن يابو إن أرادوا خطف تأشيرة التأهل إلى نهائية الأفروكان. المنتخب الجزائري مطالب بالفوز أولا وبأكثر من 7 نقاط. مدينة وهران تستعد للألعاب العربية وقبل الموعد مع البطولة الوطنية للسباحة التي تجرى في هذه الأثناء بالمسبح الأولمبي بحي المدينة الجديدة والتي عرفت مشاركة 155 رياضي من بينهم 101 سباح و54 سباحة يمثلون 34 ناديا. هذه التظاهرة ستكون تجريبية تحسبا للألعاب العربية والتي ستقام على مستوى المركز المائي للمركب الأولمبي ميلود هدفي. يذكر أن الاتحادية الجزائرية للسباحة تمكنت من الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لهذه الرياضة كي تأخذ نتائج مسابقات السباحة ضمن الألعاب العربية بعين الاعتبار في سباق التأهل إلى بطولة الألعاب العالم عفوا والألعاب الأولمبية المقبلتين. ثانيتين 81 جزء من المئة متبوع بأيمن بلامان ب دقيقتين 7 ثواني و22 جزء من المئة وسفيان عاشور طلات بدقيقتين 8 ثواني 61 جزء من المئة. مولودية الجزائر تسيطر على هذا السباق متبوعة بالباهية نادي الباهية وطبعا منصف بن برا في المركز الأخير. سيطر سباح مولودية الجزائر على مسابقات اليوم الأول والثاني من البطولة الوطنية للسباحة الصيفية المفتوحة المتواصلة بوهران وذلك بعد أن حصدوا معظم الذهبيات ورفع نادي مدير رأسه من المعدن النفيس إلى 9 ميداليات. وللمزيد من المعلومات يلتحق بنا الزميل أمين بن قدوري ليقدم لنا أدق التفاصيل. أهلا بك أمين، كيف تجرى فعاليات البطولة الوطنية للسباحة وهل بقي فريق مولودية الجزائر مسيطر على هذه المنافسة؟
تحية لك نسرين، تحية لكل مشاهدينا الأكارم. كما نعم نسرين دائما مولودية الجزائر في الصدارة خلال البطولة الصيفية المفتوحة للسباحة، والتي تعد محطة تجريبية أيضا للألعاب العربية، بما أن المجمع المائي سيحتضن منافسة السباحة خلال الطبعة 15 من الألعاب العربية. مولودية الجزائر دائما في الصدارة برصيد 42 ميدالية في المجموع، ومتقدمة على شباب بلوزداد ب 22 ميدالية نسرين، بينما المركز الثالث يتنافس عليه كل من نادي أولاد موسى والنادي التربوي من النادي التربوي عين ترك من وهران. الجميع هنا من العناصر الدولية حاضر في هذه الطبعة، سواء بالنسبة لجواد صيود، أسامة سحنون، رانيا نفسي، مجاهد نسرين، أمل مليح التي عادت للمنافسة المحلية من خلال هذه الطبعة نسرين، أيضا تنظيم محكم وطبعة ترويجية للألعاب العربية، وهي آخر محطة وآخر منافسة للعناصر الدولية قبل دخول غمار الألعاب العربية وحتى بطولة العالم التي ستأتي مباشرة بعد الألعاب العربية. نعم، أمين. في اليابان، وأسامة مع سحنون معني أمين بهذه المشاركة. نعم أمين، ماذا على المستوى التقني؟ نعم، ماذا يقولون المتخصصون عنه؟ حسب المدرب الوطني الناخب الوطني الذي كان لنا حديث معه قبل انطلاق منافسة اليوم الأخير، الناخب مولود بوشندوقة، يعني أكد أن العناصر الدولية كانت حاضرة وبقوة، كان أيضا تحطيم لأرقام قياسية على غرار 50 متر سباحة على الصدر، والرقم الذي حطمه جواد صيود نسرين، عودة أمل مليح بقوة، أسامة سحنون دائما حاضر كعادته بقوة، والمنتقل إلى البطولة البرازيلية التي سينشط فيها بداية من الموسم القادم إن شاء الله، مع تألق بعض العناصر الشابة من نادي بايانوتيك، وداد تلمسان، ولاد موسى، والنادي الترقاوي لعين ترك. شكرا لك أمين على هذه التفاصيل. نعم، كنت معنا مباشرة من المركب الأولمبي ميلود هتفي، شكرا لك أمين. وفي البطولة الوطنية للجودو أصغر أشبال وأوسط ذكور وإناث التي تختتم منافستها ببجاية اليوم، تحصل نادي الحراش آسيا ماش الصغر إناث على لقب الموسم الحالي، بينما تحصل على المرتبة الثانية نادي البويرة من رابطة بومرداس، والمركز الثالث عاد إلى نادي برج الكفان من رابطة الجزائر. أما عند الذكور أصغر فاز بالمرتبة الأولى نادي الأبيار من رابطة الجزائر وتوج باللقب، أما المرتبة الثانية تحصل عليها نادي من رابطة أوام من رابطة وهران، أما المركز الثالث عاد إلى نادي الحراش من رابطة الجزائر. وعند الأواسط السيدات تحصل على لقب الموسم نادي قصر بجاية من رابطة تيزي وزو، والمرتبة الثانية كانت من نصيب نادي الحماية المدنية من رابطة الجزائر، والمركز الثالث توج به نادي برج الكفان ونادي رئيس حميدو من رابطة الجزائر. إلى رياضة ذوي الهمم، الموعد اليوم مع اختتام منافسات البطولة الوطنية لهذه الفئة بملعب ألعاب القوى للمركب الأولمبي. محمد بودياف وليد عربية يفصل في هذا الموضوع. حضور قياسي من مختلف الفرق وحتى من النخبة الوطنية بملعب الساطو طوال 3 أيام للمشاركة في البطولة الوطنية لذوي الهمم كمحطة تحضيرية للمواعيد الإقليمية والدولية المقبلة. الحمد لله، شفنا اليوم التمسنا أن في إرادة في رياضيين حابين يفرضوا نفوسهم، وهذا يزيد يحفزنا باش نخدموا أكثر ونوفر لهم كل الإمكانيات. يعني تما بطولة الجزائر هذه هي أحسن ما مر باش نشوفوا المستوى وين راهو، تحضيرا البطولة العالمية اللي حتكون بعد 20 يوم. رانا نحضروا إن شاء الله الألعاب العربية اللي راح تندار إن شاء الله في وهران لو 5 إن شاء الله جويي، رانا نحضروا ليها باش ندخلوا المنافسة. التنافس كان على أشده باعتراف العدائين أنفسهم طوال مدة البطولة، ما جعل طعم الفوز له طابع خاص. عندي في راس بين عني فترة أهم ذات النيفو، ذات المستوى في الرياضة، ذات المستوى، وجابوا ريزالتات جدد، عندهم منافسة وعندهم يجوا مليح. كانت نتيجة مليحة، قد ما خدمنا هذيك هي النتيجة، الحمد لله يا ربي، احنا راضيين به، المركز الأول الحمد لله يا ربي. منافسة هايلة، عجبتني في منتهى الروعة، عجبتني
بطولة وطنية مليحة هاي لعبة ناجبتني. حماس، تنافس، إرادة وعزيمة هو ما ميز البطولة الوطنية لذوي الهمم، هذه الفئة التي لطالما شرفت الجزائر ورفعت العلم الوطني عاليا في المحافل العالمية. تتواصل عناصر المنتخب الوطني لمبارزات التألق بإهدائها الميداليات للجزائر من باب البطولة الإفريقية الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة. ونال المنتخب الوطني في أول يوم له في منافسات حسب الفرق وفي اختصاص الشيش في الضية عندما واجهوا في النهائي المنتخب المصري، فيما افتك رباعي سيف الحسام الميدالية البرونزية بعدما فازوا على المنتخب السنغالي. هذا ويفتك وسبق افتكت المبارزة سوسن بوضياف الميدالية الذهبية، وحققت الميدالية البرونزية كل من زهرة كحلي ومريم مباركي وإيناس طالب تحصلت على الميدالية الفضية. كما تشكل البطولة الإفريقية فرصة للعناصر الوطنية للتحضير للألعاب العربية. كما يواصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة السيدات تحضيراته بالمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسودانية، وذلك استعدادا للألعاب العربية المقررة بالجزائر من 5 إلى 15 جويلية، حيث يستدعى الطاقم الفني بقيادة ياسين جلولي ومساعده بن عطية بالقاسم 16 لاعبة من بينهن محترفات في البطولة الفرنسية. الطاقم الفني في هذا التربص برمج حصتين تدريبيتين في اليوم وركز على الجانب البدني والتكتيكي. المنتخب الوطني سيواجه في الألعاب العربية منتخب قطر والإمارات تونس والأردن. إلى كرة القدم الآن فاز اتحاد الجزائر بمباراة الدرب العاصمي التي جمعته بمولودية الجزائر بملعب 5 جويلية الأولمبي، وذلك لحساب الجولة 23 من البطولة المحترفة، وفاز الاتحاد بهدفين دون مقابل. نتابع ملخص المباراة مع مسعود شيشة. الطرق ولمين، مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الدربي رقم 96 في تاريخ انصار الاتحاد فوق المدرجات. طبعا السعداء جدا بتتويج الفريق. طريقه مزيانو من الدقيقة 40. ها هي بالقاسمي يتابع في زاوية صعبة للحارس لتيم، ليس بإمكانه أن يفعل أي شيء لأنه جاء من القائم الأيمن بحثا عن تغطية القائم الأيسر، ولكن الكرة كانت فيها فكر. بالقاسمي انتظر الوصيف هذا العمق، بينما المحاولة ومزيان بسرعته من هناك غير مباشرة لتومي سانك، حاول البحث عن القائم الثاني. الكرة
التعليق كان لمحمد جمال. وعقب نهاية اللقاء كشف مساعد مدرب اتحاد الجزائر فريد زميتي أن فريقه استحق الفوز لأنه كان الأكثر تحريرا وتركيزا في المباراة. صح كانت كنا على درايه بنحكي المقابله صعيبه، ديربي كما تكلمت ديربي، وديربي بين اتحاد العاصمه موجه كان دائما عنده نكهه خاصه، تنافس كبير ضمن اللي حضرنا المقابله كما ينبغي. صراحه في الشوط الاول كما تفضلت وتكلمت سيرنا المقابله كما ينبغي الحال، سجلنا في وقت مناسب هو اللي خلانا زادنا عزيمه واراده. ضمن بين الشوطين عدلنا في الناحيه التكتيكيه. ضمن بين الشوط الرئيسي الحمد لله ضمن بين المقابله كانت من جهه اتحاد العاصمه كانت مقابله قويه، مقابله في المستوى. هذا ما يعنيش بلي مدرب الجزائر فريق اللي عنده امكانيات، ولكن طاح اليوم ضد فريق اللي كان عازم باش يفوز بثلاث نقاط. بهذا الموضوع مشاهدينا نختم وإياكم نشاط أخبار رياضة، كنت معنا مباشرة من التلفزيون الجزائري، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله والسلام عليكم.